طارق حامد إيقاف مباراة واحدة، لا يوجد مباراتين، مع غرامة مالية 10,000 نفس الوضع بالنسبة للصليهم. المريقة قرار بالنسبة بسبب عدم وجوده في المكسون وعدم وجوده التعامل مع المقابلة. أخيرا الأستاذ مسلي المعمر رئيس نادي النصر، قيام رئيس نادي النصر مسلي المعمر بالإساءة إلى حكم المباراة عبر أحد اللقاءات الإعلامية، والقرار تنفيذ غرامة ب20,000 على طول. الأستاذ مسلي المعمر من خلال حسابه غرد قال اللي يعرف وش المفردة المسيئة اللي قلتها يعلمني عشان ما أكررها أو يكررها مسؤول آخر مرة ثاني. ورينا التغريدة. طلعنا هذه تغريدة الأستاذ مسلي المعمر يقول اللي يعرف وش المفردة المسيئة اللي قلتها يعلمني علشان ما أكررها أو يكررها مسؤول آخر مرة ثانية. يعني يقول أنا ما قلت شيء. هذا اليوم 5. هذا الآن مش اليوم، الآن ها عندي أنا، كلمني أنا. طبعا هذه تغريدة ترد على الأخوان في اللجنة، ممكن أنهم يبينون سبب الغرامة، وهذا شيء منطقي من حق أنه هو يستفسر وبحسابه ويتواصل، ووسائل التواصل الاجتماعي موجودة عشان أيضا الرؤساء ومنسوبيها يتواصلون مع الجميع، مع جماهيرهم، مع منسوبي النادي، مع أي لجان أخرى. وهو الأستاذ مسلي أبو عبد الله وضح وجهة نظره أنه وش ده. وأنا بالفعل أبو الوليد قبل ما إحنا ما نتكلم عن مسلي، أنا كان ودي أسأل عن طارق حامد وصليهم، هو أخذ كرت أحمر وعوقب، ليش الغرامة؟ وش السبب؟ ودنا لجنة الانضباط توضح عشان ما أحد مرة ثانية يقع في الخطأ هذا. أيضا الأستاذ أبو عبد الله الآن من حقه أن يعرف سبب الغرامة عشان مرة ثانية ما في يقع. حيثيات ترسل له، حيثيات الكلام اللي قاله بالتحديد في القرارات توصل الأندية. لا بس رده هذا يعني يدينه، يعني اليوم هو طالع كرئيس مجلس إدارة يتكلم يقول وضحوا لي وش الكلمة الخاطئة اللي قلتها. توضح على لجنة الانضباط أنها توضح، يعني توضح الأمر. ما توضح له على العلم، توضح بينهم للجميع يعني. لا للجميع. مش للجميع، بينه وبينهم بس ما في شيء خاطئ. اليوم زي طارق حامد وزي عبد المجيد صليهم، من حق باقي اللعيبه اللي يتفرجون على الدوري انه يعرفون وش الخطا وسبب الغرامه. هو يعني تبين حتبين بحول